جينا للماكينه دابا باش اننا نخيطوا هاد القطع اللي حنايا في الصنه. اول حاجه هاد القطعه هادي كنديروها هكا على الجهه الاخرى، نديرو هكذا على هاد الشكل هذا، وكنخيطو هاد السنتيم، كنخيطو غير واحد السنتيم من هنايا بسم الله على بركة الله على هاد الشكل. الماكينة ديالنا شاعلة صافي، وكنخيطو هاد الجهة هادي. أنا غنخيطها لكم بلون مغاير غير باش تبان لكم الخياطة. صافي بحال هكدا سيدي، تنديرو سنتيم واحد وكنخيط. على هاد الشكل هذا، وكنخيطو من هنا من الفوق. هادي كنصلحوها، هاد البلاصة هادي كنصلحوها بالمصلوح هاد الجهة هادي باش تتمد لينا بحال هكدا. وكنجيو هنا كنديرو سنتيم سنتيم هكدا باش نديرو فيه لاستيك على هاد الشكل. كنحسو الصبر ديالنا وكنخيطو على الحرف، ونسيو خاطر نديرو لاغيتمون ديالنا باش ما تحلش لينا الخياطة على هاد الشكل هذا. كنبقاو غاديين على طول القطعة كاملة، كندورو عليها سنتيم، كنزيد واحد السنتيم نص هكا ولا سنتيم اخر، كنتنيو غير باش مين ندخلو لاستيك يدخل لينا بكل سهولة. صافي هادشي اللي كاين، كندورو عليها كاملة على هاد الشكل. نتمنى انه يكون واضح لكم. ندورو عليها كامل باش من بعد كنديرو لاستيك على هاد الشكل هذا. ندير لكم بلون مغاير باش يبان لكم الخياطه، كنخيطو على الحرف ديال هادي. كنبقاو غاديين هكذا على طول القطعه كامله، كندورو عليها حتى تنسالي. كنخليو واحد شويه هنا غير باش منين ندخلو لاستيك الصوت هكاك، كنخليوه هنا وحدو، نديرو لاغيتمون ديالنا. صافي نحطو هادشي فيه باش نمشيو نصلحو هادشي، نبقى نصلح لينا مزيان. المهم هاد القطعه هادي هي اللي ساليناها. نفس الشيء غنديروه للجهه الاخرى، لا 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 هاد المزوق غير هو غادي نديرو ليه، نخيطوها من هنا باش ما نطولش لكم الفيديو. غنخيطوها من هنايا كامله على هاد الطوله هادي، وغادي نخيطو لاستيك على هاد الجهه وعلى هاد الجهه. غنديرو سنتيم في سنتيم هنا، وكنتنيو عاوتاني سنتيم في سنتيم هنا باش نرجعو باش ما نطولش عليكم الفيديو. غنديرو بحال هاد الشكل هذا على جوج جوايه. نديرو السنتيم كما قلنا، كنديرو لاغيتمون ديالنا، نخيطو هاد الجهه هادي هكا على هاد الطول ديال هاد القطعة هادي. المهم البنات منين كنخيطوهم على هاد الشكل هذا كما قلنا كنصلحوهم، كنديرو لهم بحال هكا وكنصلحوهم كاع ديك الخياطة اللي خيطنا، كنصلحوها باش تجينا الفينية زوينة على هاد الشكل هذا. نصلحوها كاملة بحال هاد الشكل. جوية بجوج نصلحو حتى هادي، حتى هي هاد القطعة حتى هي.
سالينا هاد القطعات بجوج، دابا لنا غير نديرو لاستيك هاد البلاصه هادي، نديرو لاستيك في هادي ونديرو لاستيك في هادي بجويه بجوج. نديرو لاستيك من هنا وندير لاستيك من هنا ونرجعو. اما بالنسبه لهادو، هادو قلنا غادي نخيطوهم هكذا ونخيطوهم هكذا، ديروا لهم هاد الخياطه اللي في الوسط ونرجعوا باش هذيك الساعه غادي نمونطيو هاد الشيء ونستاليوها ان شاء الله. خليكم حتى الاخر معايا. نبداو على بركه الله باش نخيطوا هادو على هاد الشكل هذا. كما قلنا غندوزوا على هاد الخياطه هي الاولى، هاد لاطراس اللي درنا هاد الشكل. الأطراس اللي درنا كاملين على هاد الشكل باش عاد نخيطوها نمشي ونفينيوها كما قلنا غنفينيوها نتمنى أن هاد الشي يكون واضح وباين ليكم. خيطها من الوسط من هنا بعد غادي نحيدو الفنيتات بعدا هما الاولين. دابا شديناها بالخياطه من الجناب من الوسط ومن هنا، ونفس الشيء غنديروه لهاد الصغيوره هادي ونرجعو باش نديرو هنا السورجي اولا غادي نديرو خياطه من هاد الجناب هادو. منين كنخيطوا البنات بحال هذا الشكل هذا كندوروا عليها بالخياطه من هنايا وكنخيطوا هادو كما قلنا وكنصلحوهم. كنديروا نفس الشيء لهاد القطعه هذه حتى هي كندوروا عليها بالخياطه من هنا وكنفينيوها. كنجيو المرحله ديال اننا نمونطيو هاد الثوب هذا الطرف هذا على هذا. كيفاش غادي نديروا ليه واننا كنشوفوا الوسط ديال هاد القطعه اللي هو هذا هو الوسط ديالها وكنشوفوا الوسط ديالها من هنا وكنعلموه بفنيته على هذا الشكل هذا. عندنا الوسط هو هذا اللي حنا كنحطوه هنا باش نخيطوه مع هذه القطعه هذه، كنحطوه هنا بحال هكذا وكنشدوه بالفنيتات من هنا وكذلك الجهه الاخرى. انت احنا قلبين الثوب الجهه الاخرى حتى هي كنشدوها هكذا من هذه الجهه هذه الوسط هذا وكنشدوها هنايا. من بعد كنشدو حتى الوسط من هذه الجهه هذه من هذه الجهه هذه، كنشوفوا الوسط ديال هنا وديال هنا على هذا الشكل بحال هكذا الوسط من هنا ومن هنا. كنعلموه كذلك حتى هو الفنيتات اولا بيباري ولا اللي عندنا، مهم نعلموهم باش اننا نشدوهم من الجهه الاخرى. كنشدو هاد الجهه مع هاد الجهه، هاد الوسط هذا اللي حنا علمنا تراسيناه بلاكري وخيطناه، وهاد الجهه هادي حتى هي مع هاد الجهه هادي اللي متراسيه. نتمنى انه يكون واضح. من بعد كنشدو هاد الجنب هذا اللي كاين في هاد الجهه هادي، كنشدو فنيته حتى هو
كندوز الجنب الاخر او القنيط الاخر حتى هو كنشوفوا الوسط ديالو وكنشدوه هنا هذا القنيط هذا على هذا الشكل. ندورو على القنيطات كاملين من الوسط ديالهم يعني خاصنا تبقى لينا هذه المسافه قد هذه المسافه هذه اللي هنايا ما عرفتوش غتشدو هكذا الوسط وتشوفوا الوسط ديال هذه بحال هكذا ومنه غتاخذوه وتلصقوه في هذا القنيط هذا باش يجيونا مقادين البليات اللي غنديرو يجيونا مقادين ما يجيوش معوجين على هذا الشكل. خلينا شويه من هنا وشويه من هنا اللي غنقدروا نديرو فيه هذيك البليه. صافي حنا دورنا عليهم كاملين يبقى لنا غير هاد الشويات هاد 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 الجهات هادو اللي هما ما ها هما اللي بقاو لينا هنايا واسعين كنشدهم وكنتنيوهم على هاد الشكل هذا كنتنيوهم على هاد الشكل هذا وكنشدهم بالفنيت بحال هكا كنتنيوهم وكنشدهم فنيتات باش من ندوزو الماكينه ندوزوهم على هاد البليات وعلى كلشي هادو اللي بقاو لينا هكا كنشدوهم كنتنيوهم هكذا على هذا الشكل هذا بحال هكا كنشدوهم فنيتات بقات لينا بحال هكا كنشدوها وكنتنيوها على هذا الشكل ونشدوها بفنيته بعد تجينا سهلة في الماكينة من بغاو نخيطوها غادي ندورو عليها كاملة بالخياطة على هاد الشكل ندورو عليها كاملة بحال هكذا باش يجيونا بليات هكا مقادين ومقابلين على هاد الشكل يعني البلية عندنا وهنايا عاوتاني كذلك عندنا واحد البلية هنايا وهنا وكذلك حنا درنا عليها كامله بهذوك البليصات اللي بقاو لينا من فوقين درنا عليهم كلهم ببليات اتجينا على هذا الشكل هذا ملي غنخيطوها بالماكينه غادي تدور بحال هكذا وغادي نحطوها في الشبكه من الداخل هذا الشيء اللي كاين يعني غيجي على هذا الشكل هذا يكون هذا هو اللي على برا وهذا سميتو هو اللي لداخل البنات حنا كنخيطو هذه ملي كنشدوها بحال هكا بالفنايت كنخيطوها على واحد السنتيم هكذا تندورو بها كامله بهذا الشكل هذا حتى كنخيطوها كامله بحال هكذا كنخيطو حنا كندورو شادينها بالفنايت يعني ما نخافو حتى شي حاجة نخدمو وندورو بحال هكدا هذا هو الشكل النهائي ديالها كنفينيوها من هنايا إما بالبيهي على هذا الشكل هذا تنفينيوها هكذا على هذا الشكل هذا وندوزو الخياطه بحال هكذا يا اما كندوزو الاسترجي باش تفينا لينا من هنايا باش تجينا من غنصايبو ليها لاستيك غادي يجي هذا الوسط بحال هكا بهذا الشكل وهنا غيجي لاستيك على هذا الشكل هذا بحال هكذا على هذا الشكل
هذيك الاخرى اللي قلنا خيطنا درنا لها من هنا وهنا، غندير لها لاستيك من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش غتجي ملبسه بحال هكذا من برا على هاد الشكل هذا. هذه المهم غتكون فيها لاستيك غتكون مشدوده، كذلك هذه غتكون فيها لاستيك غتكون مشدوده، وغادي تجي مزيره بحال هكذا، غتجي بلاستيك بحال هكذا. وهذاك الشيء اللي غيبقى لنا من هنا حتى هو غيجي بلاستيك على هذا الشكل هذا، غيتجمع لينا لتحت. منين نديرو لها لاستيك نرجعو نوريكم الشكل النهائي ديال هاد السليله هادي. هادي بالنسبه للسله. اما هادي منين خيطناها وسالينا غادي نديرو لها البيه من الجناب بحال هكذا، ندورو عليها كامل باش نفينيوها مزيان، نخيطوها بحال هكذا. ومنين ندوروها كامل بالبيه غنخيطو ليها هاد اليديده هادي كما قلنا، غادي نخيطو هاد اليديده نخيطوها من هنا ونخيطوها من هنا، وغادي نطوي واحد سنتيم بحال هكذا ونحطوه هنا، نحاولوا اننا نجيبوه الوسط ونطوي عاوتاني كذلك. من غتكون مخيطه راه غتكون مشدوده، نطوي عاوتاني كذلك. انا نشدها بفنيته باش تبان لكم، نطويها كذلك من هنا واحد السنتيم هكذا، كل سنتيم ونص ياك. من بعد كنجيبوها هنا، شدو فنيته من هنا باش تبان لينا، نجيبوها لهنايا لهاد البليصه هادي، ونجيبوها لهاد البليصه هادي بحال هكذا. نشد لكم بفنيتات من بعد حنا راه غادي نخيطوها بالماكينه هكذا. وحنا سالينا ان شاء الله من غنخيطوها من هنايا بالماكينه، نخيطوها من هنا بالماكينه، غتبقى لنا هذه هي اليديده اللي غادي نشدوها بها، وتجينا فوق الشبكه. وهذا الشيء اللي كاين، حنا غادي نساليو هذه المراحل هذه وغنتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيقه ديالنا او السليله ديال الخبز، نتمنى انها تعجبكم. جات على هذا الشكل هذا، داك السامبل درناه من الداخل، وهذا المزوق درناه على برا كما وضحت لكم في الفيديوهات السابقين. ودرت ليها هذه الغطايه هذا اللي زينتها بهذ الوريضات، ممكن تخليوها سامبل، انا زينتها بهذ الوريضات على حسب الذوق ديالكم. درت ليها واحد الطريقات هنا باش تبقى مشدوده ليا هاد الغطاء ديال الشبيكه، يبقى مشدود مع الشبكه. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى انها تعجبكم وتصيبوها اولا توجدوها لطبله العيد ان شاء الله، يدخل عليكم بالصحه والعافيه وطولة العمر. وما تنسونيش بالدعم ديالكم بشي كومونتير زوين ولايك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.